اهلا بكم من جديد، بنرجع لكم في يوم مهم جدا، يوم زي ما بقول لكم يوم مهم جدا جدا جدا، ويوم حاطين له عنوان افرح يا اهلي. بنكمل معاكم اللقاءات، ومعانا النهارده واحد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي المميزين، مجلس اداره بيعمل بروح الفالنه الحمراء، الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره. مشرفني ومنورني والف مبروك. اهلا بيك يا استاذ ايهاب، واهلا بقناه الاهلي وجماهير الاهلي واعضاء الاهلي في يوم زي ده. الحمد لله يعني راجل بنكير كبير وراجل اقتصادي كبير، اكيد ليك نظره لرعايه النادي الاهلي، وشفنا الروح وشفنا الكلام وشفنا المباراه اللي بتعلن نتيجتها، والناس بعد كده بتتفرج عليها طريقه بيلعب بيها مجلس اداره النادي الاهلي زي ما عود جماهيره دايما العمل في صمت وتحقيق اهداف مبكره وفي الوقت المناسب. الحمد لله زي ما بدانا من ايام الانتخابات، يعني نحاول نفكر كده ان يمكن على مدار تاريخ الانديه لاول مره يبقى في برنامج لحمله انتخابيه. يعني نزلنا ببرنامج واحد حاسبنا عليه الجمعيه العموميه وبتحاسبنا يوم بيوم يعني، واحنا بنحاسب نفسنا عليه. في نفس الوقت الحمد لله اسم النادي الاهلي وتاريخه وعراقته، النادي الاهلي مش مجرد نادي عادي في مصر، يعني النادي الاهلي كيان وقيمته على مستوى الشرق الاوسط كله. يعني احنا بنقول حتى في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا هو قوه من القوى الناعمه اللي في مصر، زي ما بتيجي تتكلم على ام كلثوم، على حاجات كتيره قوي من تاريخنا، على الاهرامات، على الاهرامات النادي بالظبط كده، عن الاهرامات، على اثارنا الجميله، بتتكلم عن النادي الاهلي، هو جزء مهم وحيوي في تاريخنا، وكمان بيتفوق في تاريخه وحاضره ومستقبله في كم جماهيره، عدد جماهيره، وجماهير مش بتشجع بطريقة لا تشجيع عادي، لا هم مجرد إخلاصهم للنادي الأهلي اللي هو جماهير برضو بروح الفانيلا الحمراء، ده جماهير فاهمة طريقة الله. الحمد لله. ففي نفس الوقت احنا بنتعامل كمجلس إدارة بقيادة كابتن محمود خطيب بطريقة احترافية من يوم تحملنا المسؤولية. الحمد لله ملف الإنشاءات والناحية الخدمية تم، حدث تطور بطريقة جامدة جدا. في نهاية السنة دي إن شاء الله هتبص تلاقي منظر تاني مختلف، بدأت تبان منظر البوابات بتاعت النادي الأهلي، حاجة تليق باسم النادي الأهلي وكيانه. إنشاءات جوه النادي سواء في شيخ زايد، في مدينة نصر، في الجزيرة، ماشي على أعلى ما يكون. عملنا اللي هو كان حلم كل مجالس الادارات اللي تعاقبوا على تاريخ النادي الاهلي، انك تعمل اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، والحمد لله تمت وبطريقه يعني ترضي اعضاء النادي الاهلي، ودرس اعضاء النادي الاهلي هم اللي حطوا اللائحه بتاعتهم، وربنا وفقنا ان اكتمل العدد يومها وزاد عن المطلوب، وده كان من الحاجات المهمه جدا اللي كان لا يصح ان انت تبقى ماشي مش بلائحتك، وده حلم احنا يعني كنا بنقول دي تاني لائحه في تاريخ النادي الاهلي يضعها ابنائه من 1907 يعني. فالحمد لله ده كان انجاز برضو هايل بالنسبه للنادي. انجازات تتوالى وفي صمت، وبعد ما خرجت بعض الشركات من الرعايه كان في قلق عند الجمهور وبعض الاعضاء والمجلس يعمل ايه، ومع صمت المجلس البعض اعتقد ان المجلس ما عندوش حاجه وان المجلس بيدور، فجاه المجلس بيفاجئ الجميع وبيعلن عن يعني مفاجآت مدوية. بالأمس القريب ما فيش 12 ساعة بتعلنوا عن حقوق رعاية الملابس، شركة أمبر الشركة العالمية الكبيرة بتعود للنادي الأهلي في حاجة مرضية للأهلي وجماهيره وأعضائه. النهاردة رعاية كبيرة جدا جدا يعني بتفوق الرعاية اللي اتفسخت مع النادي الأهلي، فدي نجاحات كبيرة جدا وأهداف محققة للنادي الأهلي والمجلس إدارته. هي دي بتأكد حاجة مهمة جدا، إن كل من هو يتعامل مع النادي الأهلي هو اللي له المكسب الأكبر، يكفي انه بيتعامل مع النادي الاهلي. ودي النهارده يعني كانت في الكلمات المؤثره للاستاذ محمد كامل، يعني هو اثار عاطفه الجميع بكلماته حول بصدق كيان بالغ يدرك معنى النادي الاهلي، يدرك معنى النادي الاهلي. فبالتالي حته ان احنا نعمل بصمت، لان هو عندنا يقين في المجلس من يوم ما انتخبنا ان الاهلي دايما يستحق اكتر من اللي احنا بنعمله، وعندنا قناعه دايما ان الاهلي بيضيف لنا كلنا، ما حدش بيضيف حاجه للنادي الاهلي. فبالتالي اي مجهود بيتعمل هو رؤيتنا دايما الاهلي يستحق الافضل. الحمد لله ربنا كرمنا برضو سواء رعايه الملابس لفريق الكوره بطريقه برضو بشركه عالميه تليق بالنادي الاهلي. طبعا.
ده برضو بيأكد سواء اللي حصل في الرعاية أو في شركة الملابس اللي هو دايما أنت ليك الأسبقية والريادة اللي بتخلي كل المؤسسات العالمية تيجي ناحية النادي الأهلي. طبعاً. وخصوصاً كمان لما بيكون الحمد لله في التعامل باحتراف زي ما احنا بندرك قيمة النادي الأهلي بنحترم تعاقداتنا مع الجميع. فدي الحمد لله السمة المميزة دايماً للنادي الأهلي في كل حاجة. يعني حاجة هتلاقيها في تعاقدات مع اللعيبة، في طريقة تعامل مع العاملين في النادي. الحمد لله من ضمن الحاجات اللي وفقنا فيها برضو السنة دي، لو تفتكر حاجة كان قبل الانتخابات كان البعض بيقول ده مجلس كابتن خطيب لما هيجي العاملين ممكن يضاروا بعض الحاجات. أقول لك الحمد لله العاملين ده كان بيتقال كده. يعني المجلس بقيادة الكابتن محمود خطيب كان كلفني برئاسة صندوق العاملين. الحمد لله السنة دي شهد مميزات لم يشهدها صندوق العاملين في تاريخه. تم تكوين صندوق كامل بمميزات خاصة للعاملين، حاجات كتيرة جدا الحمد لله أرضت طموح، لأننا في النهاية بنعتبر أن النادي الأهلي هو أعلى من الجميع. النادي الأهلي هو المفروض يكون عامليه وأعضائه ومحبيه في أبهى صورة يقدمها لهم النادي الأهلي. النادي الأهلي هو المعطاء. بيرضي طموح مجلس إدارة النادي الأهلي العاد رعاية؟ طبعا الحمد لله، وما زلنا هو بيرضي طموحنا، وفي نفس الوقت دايما بنتطلع للأفضل ان شاء الله عندنا حاجات تانية سواء المتعلقة بالأسوار او خلافه او لسه في حاجات كتيرة قوي ان شاء الله هيبدأ بيها تسويق اسم النادي الاهلي. وكم من حرصنا ايام اللايحة ان اللايحة يتم الموافقة عليها وحضور جماعة ومية عشان برضو البند الاستثماري اللي هو يليق بالنادي الاهلي. يعني احنا قلنا قانون الرياضه لما جه في ثوبه الجديد المفترض اعطى بقى للانديه الحق في لوائحها المتعلقه بالاستثمار وانشاء شركات. النادي الاهلي هو اولى الانديه ان يعمل الكلام ده، ودايما النادي الاهلي له الرياده في كل حاجه. يعني حضرتك لو تتبعت كل خطوات الانديه في مصر طبعاً هتلاقي الاهلي هو اللي له الرياده، وبعد كده هو نادي القرن الحقيقي الحمد لله. يعني نادي القرن اللي هو بيسبق والباقي كله بيتلوه ده في كل حاجه. يعني النادي الاهلي اللي هو مفيش غير النادي الاهلي واحد بس، لما تيجي تقول النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي اللي في مصر. انما النادي الاهلي كلهم ينسب ولكن طبعا لانهم كان بيتبعوا النادي الاهلي تمام، لان اسمهم جه بعد اسم النادي الاهلي اقتباسا من اسم النادي الاهلي. فنادي بالحجم ده وبالريادة دي وبالشعبية دي يليق به دايما الأفضل، ودايما بنبقى حاسين وإحنا متحملين أمور النادي. إن بالعكس دايما لازم تبحث عن مزايا إضافية تليق باسم النادي الأهلي. طبعا كابتن محمود خطيب في ظل مرضه بذل جهد غير طبيعي، يعني الإنصاف يتقال كده، يعني في العقدين، في عقد الملابس وعقد الرعاية. الحمد لله يعني مجلس إدارة بيدار بحكمة، وفي نفس الوقت في روح واحدة بين جميع أعضاء المجلس بيتبعها في النهاية ربنا هيكرمنا. وإن شاء الله نأمل كلنا بقى يعني مترقبين إن شاء الله بعد بكرة يوم الثلاثاء إن شاء الله ربنا يكرمنا في أفريقيا يبقى إن شاء الله حاجة جميلة إن شاء الله. يعني أكيد عايز أشكر حضرتك، لكن عايزك توجه كلمة لأعضاء الجمعية العمومية ولجماهير النادي الأهلي عن هذا اليوم وعن يوم الرعاية الجديدة، واليوم اللي أنا شايف فيه فاجة كبيرة ومشاعر ودموع فرح من الشركة الراعية، أمور تستحق التقدير ويكتبها التاريخ. لجماهير النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي اللي دايما هيخلينا فخورين كلنا بالانتماء للصرح العريق ده. زي ما أي متعامل بيشعر بالفخر وإن هو بيتعامل مع النادي الأهلي، إحنا الأولى إن إحنا دايما يبقى عندنا شعور بالفخر إن إحنا ننتمي للنادي ده. وبنعيدهم دايما إن شاء الله إن هيستمر مجلس إدارة بروح الفانيلا الحمراء. الأعضاء نفس الحكاية، هي كلها عائلة الأهلي زي ما أطلقنا من الأول على من أيام حملة الانتخابات على برنامجنا عائلة الأهلي. هو كل من بيتعامل حتى المتعاملين معانا مجرد ما بيبدأ التعامل بنتعامل معاه بروح عائلة الأهلي في إطار اللوائح والقوانين وكل حاجة، بس التعامل نفسه بيغلب عليه روح الفانيلا الحمراء. شكرك شرفتني ونورتني. شكرا. مبروك لحضرتك. شكرا. مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، مبروك لمجلس إدارته، مبروك للجمعية العمومية. يعني عقد رعاية كبير جدا وعقد رعاية محترم، ودائما الأهلي بيعمل في صمت. فاصل ونتواصل.